ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء الماضي كلمة أمام مجلس الفيدرالي الروسي بموسكو خلال زيارته الرسمية لروسيا، وتعد هذه الكلمة الأولى لرئيس دولة أجنبية أمام مجلس الفيدرالي الروسي، وهو أحد مجلسي الجماعية الاتحادية الروسية الهيئة التشريعية لروسيا التي تضم مجلس الفيدرالية ومجلس الدوما. فالنتينا ماتفينيك رئيسة مجلس الفيدرالية الروسية رحبت في بداية اللقاء بالرئيس السيسي والوفد المرافق له، مؤكدة على أن زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا لها أهمية كبيرة، كما ستسهم في الدفع قدما بمسيرة العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الصديقين. الرئيس السيسي أكد في كلمته التاريخية أمام المجلس أن الإرهاب يمثل تهديدا خطيرا على الإنسانية بأسرها، وكما يمثل الإرهاب تهديداً خطيراً على الإنسانية بأسرها، فإن تفكيك مفهوم الدولة الوطنية تحت وطأة الأزمات المتلاحقة يشكل خطراً وجودياً على أمن المنطقة والعالم كله. كلمة السيسي أيضاً تضمنت التأكيد على أن العالم أصبح في خندق واحد، وأنه لم يعد أحد بمنأى عن الخطر. لقد أصبحنا جميعاً في خندق واحد، فلم يعد أحد بمنأى عن الخطر، ولم يعد بالإمكان تخطي تلك الأزمات فرادى أو بدون تحمل جميع أعضاء المجتمع الدولي لمسؤولياتهم، سواء عبر الإسراع بتحقيق التسوية السلمية للنزاعات أو التصدي بحزم للأطراف التي تقف وراء الإرهاب وتغذيه بالقول والفعل أو المال. وأعرب الرئيس السيسي في كلمته التاريخية عن تطلعه للانتهاء خلال الأعوام المقبلة من مشروع بناء محطة الطاقة النووية في الضبعة، مؤكدا على أنها ستكون علامة مضيئة وجديدة في مسيرة التعاون بين البلدين. مصر لن تنسى مساهمة روسيا في معركتها للبناء والتعمير، حينما ساعدتها على بناء السد العالي وغيره من المشروعات الكبرى خلال حقبة مهمة من تاريخها الحديث. وأود أن أؤكد أن هذه المواقف التاريخية الداعمة ستظل دائما عالقة في أذهان ووجدان المصريين، وأن هذا الإرث القيم من التعاون المشترك سيظل محل تقدير بالغ من الشعب المصري. نشوى عبد العاطي، مساء دريم. صحيح أنه زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو جاءت ربما في وقت أو بتتزامن مع الاحتفالات 75 للعلاقات بين القاهرة وموسكو، وصحيح أنه دي مش أول مرة يلتقي فيها الرئيسين السيسي وبوتين. إحنا بنتكلم على ما يقرب أعتقد من 8 لقاءات سابقة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية من فترته الأولى. بنتكلم على 4 مرات هو زار موسكو، أعتقد وأعتقد فلاديمير بوتين زار القاهرة 2 مرات، وأعتقد أن هما التقيا أيضا في الأمم المتحدة. لكن الفكرة بصفة عامة دلوقتي أنه كلما تتشابك أيضا الأمور في المنطقة العربية والإقليم، يعني روسيا اسمها بيطرح نفسه الحقيقة في الكثير من الملفات المتعلقة بهذا الشأن، ده بيخلينا على طول نسأل عن مدى قوة العلاقات المصرية الروسية وعن مدى أهمية العلاقات المصرية الروسية. إيه أهمية أنه يكون عندنا علاقات قوية واستراتيجية؟ هل زي ما ناس كتيرة بتتكلم أنه فكرة دائما توجه مصر في السنوات القليلة الماضية للشراكة مع أكثر من حليف، ألا تعتمد الدولة ألا تعتمد مصر على مجرد حليف واحد، نفتح أفاق التعامل مع الكثير من القوى. روسيا طبعا هي إحدى قوى العالم زي ما قلنا المسيطرة أيضا والتي لها كلمة قوية في منطقة الشرق الأوسط.